في الحقيقة فرح هي اللي كانت محتاجة حد يطمنها عشان تفتح مع شادي الموضوع. براحة عشان فريد لسه نايم. اوكي. عايز اوريكي بقى جبت له ايه. بصي بصي. حلو قوي هات لي عليها. انا عايز اتكلم معاك في موضوع يا شادي. عايز اوريكي جبت له ايه كمان. طارق. خبط لازق كده. خير. انا هو اتكلمنا بعد ما مريم ماتت. هو دلوقتي مش قلقان ان هي تأذينا بسببه. ولسه بيحبني. وانا كمان بحبه. لا يا فرح. فندم هو ايه لا؟ اي حد الا طارق يا فرح. شادي انا بقولك احنا بنحب بعض. فرح ده ضربني قدامك. انت عارف هو عمل كده ليه؟ وقدام فريد. ماشي هو معترف ان هو غلط ومستعد يعتذر لك. وبعدين ما تنساش ان انت جبت حد يشهد زور ضده. انا عملت كده عشان هو هرب مجرمة. مش هنقعد نتناقش يا شادي. يعني هو دلوقتي شايف ان انتوا تتقابلوا وهيعتذر لك وكل حاجة تصفى عشان ما ينفعش يبقى في حوالين فريد اي توتر. انا مش عايز اتناقش. انا مش عايز يبقى ليا اي علاقة بالبني ادم ده ولا بيا ولا فريد. يعني انت طلبت مني اساعد نادين بعد كل اللي عملته فيها هي وامها وانا وافقت لو خدت بالك. ودلوقتي انا بقول لك هو عايز يقابلك وهو اللي عايز يعتذر لك وانت اصلا ما عندكش اي استعداد ان انتوا. خلاص خلاص يا فرح. اوكي خلاص ماشي هقابله هقابله ونتكلم. اه ربنا يستر على المقابله دي. شايل همها من دلوقتي. انا طبعا بعتذر لك. بص شادي الوضع كله كان مش تمام. انا متفاهم طبعا انك صعب انك تسامحني بس انا حقيقي بعتذر لك. اتمنى انك تقبل اعتذاري. كلام معقول جدا والله. وده اللي فرح كانت عايزه طارق يقوله بالظبط. ده منطقي لان هي اللي كانت بقوله. ماشي تمام. ماشي تمام ايه؟ بس كده شادي مش عايز تقول حاجه؟ عايز اقول ان انا مش برتاح لك ومش بتطمن لك ومش عايزك تكون في اي مكان قريب فيه من ابني. مش ده اللي اتفقنا عليه خالص شادي. أنا متفاهم إنك لسه متضايق. أيوه متضايق عشان أنت مش عايز تسيبنا في حالنا. شادي من فضلك. أنت شخص مزعج جدا وكل ما نحاول نبعدك عننا بتقرب لنا لأي سبب وبأي طريقة. ده اللي هو أنا. أيوه. لا معلش بقى. أنا لو موجود هنا فأنا موجود هنا عشان فرح عاوزاني أنا واختارتني أنا. اختارتك يا ابني أنت اللي فارض نفسك عليه. وأنت مش قادر تقتنع بده لأن سيادتك غيران. غيران؟ آه غيران. مش قادر تقنع نفسك إن هي سابتك عشاني. طيب. أنا فعلا غلطان إن أنا قعدت معاك. صدق معاك حق. طارق لو سمحت بس بقى طارق بلا بتاع اتفضل شادي لو سمحت طارق ايه؟